زلت مصممة على رأيك يا أجنس؟ لا تقلق يا أخي جوسلين، إنما أفعل هذا من أجل الحفاظ على عرش أورشليم وتأكيد ولاية العهد لابني بولدوين الرابع. لكنك سوف تغضبين الملكة يا أختاه. أنا لا يهمني الملك، إنما يهمني ابني الذي سيصبح ملكا. المهم، هل أرسلت في طلب الكونت هيج؟ لقد أرسلت إليه بناء على رغبتك، ولو أن هذا سوف يثير الأقاويل من حولك. فلتعلم إذن يا أخي جوسلين أنني أعشق كل الأقاويل التي تدور من حولي. والآن هل أنت مستعد أيها البرنس بولدوين الرابع ولي عهد مملكة أورشليم؟ مستعد كل الاستعداد يا أمه. إذن هيا بنا ماجستي. أيها البرنس بولدوين الرابع ولي عهد مملكة أورشليم، تقدم لتجلس على عرش أبيك الملك عمور الأول ملك أورشليم. ما هذا الذي يحدث؟ غادري مكانك أيتها البيزنطية. ماذا تقولين يا أجنس؟ تطردينني من عرشي؟ هذا عرش ولدي ولي العهد، ومن حقي أن يجلس عليه في غياب أبيه الملك. هيا غادر المكان فورا. إذا كان هذا عرش ولي العهد في غياب أبيه، فهذا عرشي أنا الذي أجلس عليه، وليس من حقك أن تنتزعيه مني. بل من حقي، ما دام ولدي يجلس على العرش فمن حقي أن أجلس بجانبه، لأنني الملكة الأم والوصية عليه. لا تحاولي يا أجنس. قلت لك غادري المكان فورا. يعجبك تصرفات أختك المجنونة يا الكونت؟ لا بأس يا مولاتي، معذرة، عودي إلى جناحك. سأعود يا الكونت، لكن سيكون لي تصرف آخر عندما يعود زوجي الملك. هذه تصرفات لا تليق يا أجنس. وما فعله عموري بي حين طلقني وتزوج هذه البيزنطية، أهذا هو ما يليق يا أخي الكونت؟ لكنك تعلمين أنه طلقك رغما عنه. إذن أنا أيضا أفعل ما فعلت رغما عني. تحياتي لأجمل ملكة جلست على عرش أورشليم. هيك ستسمع الآن أول قرار يصدر وأنا جالسة على العرش، وصية على ولدي البرنس بولدوين الرابع ولي العهد. أيها الكونت جوسلين، أعلن القرار. تعلن الملكة الأم أجنس أنه وافقت على زوجها منك. أيها الكونت هيك، هذا أجمل خبر سمعته في حياتي. أيها البرنس بولدوين الرابع، هل توافق على هذا القرار؟ وي ماما. إذن عليك أن تستعد لحفل زفافنا يا هيج. فلتتفضلي يا مولاتي بتحديد الموعد الذي يتراءى لك. فليكن يوم وصول الملك عموري إلى أورشليم قادما من القسطنطينية. ماذا تنوي أن تفعل يا جوهر؟ لا حيلة أمامي سوى التخلص من شريكو. نتخلص منه؟ كيف؟ أقتل. أتحب زهراء إلى هذا الحد؟ أنا أعلم أنها لا تحبني، ولكني أفعل كل هذا من أجلها. حب بلا عمل يا جوهر. يكفيني أن أكون وزيرا في خدمتها. لو علمت زهراء بأنك قاتل شريكوه فسوف تغضب منك كثيرا. لا أحد يعلم بهذا الأمر غيرك،
فهل تخبرينا؟ إن الغيرة أكلت قلبي، ربما أخبرته. لن تفعلي، لأنك تحبينني وستحبينني أكثر عندما أجلس على كرسي الوزارة. المهم أن تكون حريصا حتى لا ينكشف أمرك. اطمئني، شريكوه طلب مني أن أعرفه بمناطق الصيد في مصر، وهذه فرصتي لأضرب ضربتي. كن حذرا يا جوهر، وإلا دعنا جميعا. هذه صحراء الفيوم، أشهر مناطق الصيد في مصر أيها الوزير. صحراؤكم رائعة يا جوهر، ولكن لا يوجد فيها أسود يا مولاي. تكفيني غزلان مصر يا قراقوش. ها، هل نبدأ يا جوهر؟ رهن إشارتك أيها الوزير. إذن فلنرى من منا يحصل على غزلان أكثر. ها. يا جوهر، رائحة الشواء تخترق رأسي وتكاد تنفذ في أحشائي. يا سيدي الوزير، غزلان مصر تشرب من النيل، ولذلك لها رائحة ومذاق خاص. كف عن النفاق يا جوهر، فالغزلان تشرب من ينابيع الصحراء لا من ماء النيل. اعلم اذن يا قراقوش ان ينابيع صحراء مصر تستمد ماءها من نهر النيل. غلبك جوهر يا قراقوش. اين الغزال الذي اختبأ؟ ها هو ذا يا سيدي، وما زال به سهمك. نعم هذا سهمي، اذن دعوه لي، وعلى كل منكم ان يأكل من صيده. اذا فسوف لا اكل شيئا، فقد عاندني حظي ولم اصطد شيئا اليوم. بل ستأكل يا قراقوش من هذا الغزال الذي اصطدته بنفسي. ارأيت كرم جوهر يا قراقوش، اجلس اجلس وكل معه، واذا تبقى مني شيء سأعطيه لك. لا لا يا سيدي، سآكل مع جوهر، هذا أضمن لي، فأنا أعلم تماما أنه لن يتبقى منك شيئا. يا لها من أكلة شهية يا قرقوش. هنيئا مريئا يا مولاي. ومع ذلك أشعر ببعض الغثيان. سأحضر لك سيدي صلاح الدين ليرى ما بك. لا لا لا، ليس إلى هذه الدرجة يا قرقوش، ربما لأنني تناولت الغزال كاملا. كان يجب أن أترك لك شيئا لتخفف عني يا قرقوش. مولاي دعني أستدعي يا سيدي صلاح الدين. قرقوش. مولاي ما بك؟ بعض القلق يا مولاي. أتظن أن في الطعام شيئا؟ ومن يدري، فربما وضع جوهر في الطعام سما. لا 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 لا، لا تكن سيء الظن يا قرقوش، لقد كنت حريصا حينما تركت سهمي في الغزال الذي اصطدته. وأنا أيضا كنت أراقب جوهر وهو يشوي اللحم من بعيد، فلم أرى ما يستوجب الريبة. إذن لا تشغل بالك واذهب لتنام. أمرك يا مولاي.
الذي جاء بك الآن؟ جئت أطمئن عليك يا جوهر. تخشين علي يا زمردة؟ جوهر، ألا تشعر أنني أخشى عليك؟ أطمئني، تمت الخطة بحذافيرها، وضعت له في كنانته أسهما مسمومة، والسهم الذي اصطاد به الغزال الذي أكل كان مسموما. رائع رائع يا جوهر، رائع. أنت الآن تستحق أن تكون وزيرا. فقط ننتظر حتى الصباح، حينئذ يكون السم قد سرى في أجزاء جسمه حتى يموت. جوهر، هل تعدني بشيء؟ اطلبي ما شئت يا زمردة، فأنا سأكون وزير مصر. عدني إذا لم تتزوج مولاتي زهراء. أن تتزوجني أنا يا جوهر، أقصد يا سيدي الوزير. سيدي صلاح الدين، ماذا وراءك يا قرقوش؟ أنقذ مولاي شريكو. عمي ماذا به؟ يشعر بألم شديد في بطنه. هل أكل طعاما مسموما؟ أكل غزالا كاملا بمفرده. إذا فهي تخمة، لقد حذرته مرارا ألا يكثر من أكل اللحوم. اذهب واجمع قوارير الدواء من الداخل والحق به. أحشائي تتمزق كأنها سكاكين تقطعني. تجلد، سوف يأتي قرقوش بلعنك. أترى نهايتي يا صلاح الدين؟ معاذ الله يا عمال، أنت بخير، إنها مجرد وعد، وحكة بسيطة من أثر ما تناولته من طعام كثير. أشعر من نهاية يا صلاح الدين. نعم نهايتي. أشد ما يحزنني ويحز في نفسي أن أنتهي قبل أن أحرر القدس. لا يا عمال، لن يحرر القدس إلا أنت أيها القائد شريكو. أنا مهمتك أنت يا صلاح الدين. نعم يا ابن أخي، مهمتك أنت. والله ما اخترتك لتكون ساعدي إلا لأن قلبي يحدثني أنك أنت صاحب هذه المهمة. القدس يا صلاح الدين، القدس. عماه انهض أيها الأسد الميمون. رحلة يا عمال، جئت من أقصى الشمال لتموت هنا في القاهرة، وتشاء الأقدار أن تصحبني معك. لماذا
لماذا اخترتني؟ أنا وحدي، وحدي لتموت بين يدي من دون أهلك وعشيرتك. لماذا تتركني وترحل يا عمان؟ مولاتي، لماذا لا ترتدين ملابس الحداد يا زمردة؟ أنا أيضا يا مولاتي. أنت وكل نساء القصر، بل وكل نساء مصر، هذا يوم يبكي فيه الرجال والنساء في كل دولتنا، ربما في الشرق كله. أي هذا الحد يا مولاتي؟ لولا هذا الرجل لكنا نحن نساء الفاطميين سبايا في قصور الفرنجة. هذا الرجل هو الذي أرسلنا له شعورنا فأسرع إلينا حفظ أعراضنا. صدقت يا مولاتي. أعلم أن حزني عليك فاتح ومصابي فيك كبير، اغفر لي. اغفر لي
أنني أحببتك في أيامك الأخيرة، ولم أحبك منذ زمن طويل. سيدي بالله عليك يا قرقوش دعني الآن، لا أستطيع أن أسكت على ما في صدري. وماذا في صدرك؟ أقسم إن مولاي شركو مات مقتولا بالسم. اذهب الآن يا قرقوش ودعك من وساوسك. صدقني يا سيدي، جوهر هو قاتل مولاي شركو. لا تكن ظالما وترمي الناس بالظن. ليس ظنا يا سيدي، انه يقين. هل لديك دليل او بينة؟ ليس الآن، ولكني واثق انني سأجد الدليل يوم. إذا لا تحدثني في هذا الأمر يا قرقوش إلا عندما تجد الدليل. هيا. سأجد الدليل يا سيدي، سأجد. جلالة الملك عمور الأول ملك أورشليم، وجلالة الملكة ميري ملكة أورشليم. تزوجين دون علمي يا أجنس؟ وهل أخذت رأيي عندما تزوجت أنت يا عموري؟ ولكني أنا الملك، ولا يتم زواج في الأسرة المالكة إلا بعلمي. اطمئن يا عزيزي، لقد أخذت رأي ابنك وولي عهدك البرنس بولدوين الرابع، أليس كذلك يا سمو ولي العهد؟ وي ماما. عفوا أيها الملك، لقد اخترنا أن يكون يوم زفافنا هو يوم وصولك من القسطنطينية، وذلك تعبيرا بحفاوتنا بك وسعادتنا بتشريفك لنا. على أي حال تهانينا لك أيها الكونت، ألا تخبرها بالنبأ السعيد؟ يا لطيبة قلبك يا حبيبتي، بالرغم من كل ما فعلته أجنس معك من إساءة، فأنت تريدين أن تسعديها بمثل هذا الخبر. لا بأس يا حبيبي، إنه خبر سعيد يجب أن لا نحرمها منه في هذه المناسبة السعيدة. حسنا، ماري تريد أن تخبرك أنها حامل في ولي العهد يا أجنس. الثاني يا عموري. بل هو ولي العهد الأول والأخير، لا قبله ولا بعده. تهانينا. مولاي، ما رسالة هامة من مصر. لا تكدر حفل زفاف أختك أيها الكونت بأخبار سيئة. ما الأمر يا كونت؟ ألا ترى يا بليان، الملك والملكة في منتهى السعادة، بينما العروسين هيك وأجنس في منتهى التعاسة، فما السبب في ذلك؟
سأخبرك يا صديقي، ولكن ليس قبل أن أعرف فحوى هذه الرسالة التي بيدك. إنها رسالة هامة من مصر، رفضت الملكة أن يتسلمها الملك أو يقرأها. خذ أنت واقرأها إذا شئت. إيه إلهي، هذا خبر يجب أن ينشر في الحال. أيها السادة، عفوا مولاي الملك، اغفروا لي أن أقطع عليكم هذا الحفل لأعلن عليكم خبرا هاما وصل حالا من مصر. الوزير شيركو مات. ماذا؟ شيركو مات؟ نعم يا شيركو مات؟ شيركو مات؟ إذا فقد ملكت مصر. أيها السيدات والسادة، فلنشرب معا نخب موت شيركو وامتلاك مصر. أفضخ صدي اشرب معي نخب هذه المناسبة السعيدة. ماجستير، ألا ترسل وفدا لتقديم واجب العزاء في فارس شجاع جسور مثل شيركو؟ سيغمان عزيزي، سنتجه بأكبر جيش لغزو مصر ولتقديم واجب العزاء كما تريد. مولاي، إذا كان شيركو قد مات فماذا سنفعل بصلاح الدين؟ لا عليك، صلاح الدين هذا أمره هين، إذا كنت تخشاه أنت فدعه لي. ماذا بك يا حبيبي؟ هل يعجبك ما رأيتي الآن يا ستيفانيا؟ إنها الخمر، الخمر لعبت برؤوسهم يا هامفري. نو ستيفانيا، سين سون با في بوليتيك، إنها تصرفات رهناء، ليست هذه تقاليد الفروسية التي تعلمناها. فارس شجاع جسور مثل شيركو يجب أن يحظى باحترامنا وتقديرنا حتى ولو كان عدونا. أعداؤنا لا يعرفون تقاليد الفروسية التي تعلمتها أنت يا هامفري. لقد تعلمناها منهم حين دخلوا الأندلس، ويكفي أن صلاح الدين قد جاء بنفسه لتقديم واجب العزاء عندما مات الملك بولدوين الثالث. ريلاكس مونشير، ألست ذاهبا في الحملة التي ستغزو مصر؟ عندما تقابل صلاح الدين قدم له واجب العزاء بنفسك إذا شئت. هل تسخرين مني يا ستيفانيا؟ هيا يا حبيبي، هيا لنشارك في نخب هذه الغزوة، لربما يكون لأولادنا نصيب في مستوطنة إفرنجية في مصر.